احنا النهاردة الملف اللي خرج مرة تانية على الساحة وطلب من السيد رئيس الوزراء، قال احنا هنعمل بنفكر في التحول الدعم النقدي، وقال ان ده لان منظومة الدعم فيها خلل وبيحدث فيها دائما فساد وتسرب، واحنا كل اللي احنا عايزينه وصول الدعم للمستحقين. انا اتذكر من وانا قد كده فكرة وصول الدعم للمستحقين دي بتتقال على وسائل الاعلام لكن انا فوجئت، واسمحوا لي اقول ان في كتاب خاص جدا وفي مناقشات جرت ومداولات حصلت وتم اصدار وتم اصدار في الاخر خلاصه الخلاصه في هذا الكتاب دعم الاغنياء ودعم الفقراء. الخبراء اللي كتبوه خليكم تشوفوا دلوقتي الاسماء اللي موجوده قدامنا على الشاشه، الخبراء اللي قدموا هذا الكتاب قعدوا مع بعض اتناقشوا، هم الدكتور ابراهيم سعد الدين، دكتور ابراهيم العيسوي، دكتور اسماعيل صبري عبد الله، دكتور جود عبد الخالق، دكتور فؤاد مرسي، دكتور محمود عبد الفضيل، اسماء واساتذه وكبار. ايه اللي حصل في الكتاب ده؟ ايه اللي انتوا كنتوا اتناقشتوا فيه في دعم الاغنياء ودعم الكتاب ده؟ احنا قدمناه بالمناسبه استجابه وقتها، الكلام ده كان في الثمانينات بالمناسبه، لدعوه الرئيس حسني مبارك لعقد مؤتمر اقتصادي. فاحنا خدنا الموضوع جد، اللجنه الاقتصاديه للتجمع، وقدمنا هذه الدراسه الضافيه. وفي الواقع فيما يتعلق بالخبز بالمناسبه خرجنا مجموعه توصيات الحكومه خدت ببعضها. عايز اتذكر من اهم التوصيات اللي احنا قلناها انه اهميه الفصل بين انتاج الخبز وتوزيع الخبز. كان قبل كده الناس تروح المخبز على طول تاخد الخبز، دلوقتي في منفذ غير للتوزيع عشان تقدري تحكمي العمليه وتدققي الحسابات، فاخذ بهذا. كان من التوصيات ايضا انه متابعه عمليه خلط القمح بالذره لتقليل تكلفة تغليف الخبز المدعم وإنتاج رغيف. وجه الدكتور جويلي أخذ بهذه التوصية الله يرحمه، ولكن وإحنا بنتكلم دلوقتي المسألة دي بقى تاريخ. يعني العيش المدعم دلوقتي عبارة عن 100% قمح، وده تفريط كبير جدا، لأنه عالميا واقتصاديا سعر دقيق الذرة أرخص من سعر دقيق القمح. فكل طن ذرة أنت بتستخدميه في إنتاج الرغيف بيعني تخفيض في التكلفه، وبالتالي اذا كنا معنيين بتقليل الضغط على الموازنه العامه للدوله وتقليل العجز فده احد فارجع للخلط بدقيق الذره، هو صحي كمان جدا وحاجه جدا مفيده جدا جدا يعني. لكن المدهش انه في قوى عاتيه خلينا اقول ورا الموضوع ده. وانا لما كنت وزير كنت بستقبل 2 من الخواجات مره في الشهر، والموضوع الرئيسي على جدول اعمال اللقاء هو موضوع خلط الذره بالقمح. كان وقتها بالمناسبه بنخلط بنسبه 10% دي ذره و 90% قمح. هما ما كانوش عايزين ال 10% دي خالص. انا فاكر اللي هو المستشار الزراعي للسفاره الامريكيه كان هيموت ويشوف الموضوع ده يتلغي، وكان يدخل من داخل الغريب يقول لك اصل ده هيجيب بلاجرا ويضر صحه المصريين. قلت له يا عزيزي احنا اخر ما زهقت عملت حاجه لطيفه يا كريم، رحت جايب برطمانين ازاز صغيرين، هبوريك الصور لما تزوريني في البيت، واحد مليته قمح مصري والتاني مليته قمح مستورد. انت لما تبص للاثنين تعرف الفرق، القمح المصري جواهر لقالق، عارف التاني كابي وما تعرفيش اذا كان بني ولا رمادي ولا ايه. قلت له في حاجه اسمها نسبه الجيلاتين اللي هي الماده اللي بتعمل تماسك. قلت له احنا بنخلط القمح المصري بالذره مش القمح الامريكاني خلاص، ولكن لان انت اكبر مستورد للقمح، مصر اكبر مستورد للقمح، فهو مش عايز يخسر القوه الشرائيه دي الكبرى طبعا. بالظبط كده. طيب حضرتك قلت في حاجات تم الاخذ بيها، وهي الخلط بالذره اللي تراجعوا عنه بعد كده، والموضوع بتاع منافذ البيع. ايه تاني تم الاخذ بيه، وايه الحاجات المهمه اللي كان ممكن تحل لنا الازمات اللي احنا وصلنا لها دلوقتي من سنه 80؟ شوفي في اتضح من الدراسه، وهي دراسه مدققه مبنيه على بيانات رسميه، ان نسبه الفاقد في القمح في المراحل المختلفه تداول القمح الى ان يصبح رغيف وينتهي في جوف المواطن ها بتصل لحوالي 40%. منين بقى؟ نعم منين بقى نسبه الفقد دي بتروح لفين؟ منين؟ يعني سببها ايه؟ ايه المراحل اللي بيفقد فيها هذا القمح؟ اول حاجه انت لما تشوفي العمليات بتاعه دلوقتي في موسم توريد القمح بالمناسبه يعني، والمدهش لما انا كنت وزير كنت بنزل ميدانيا الشون عشان اتابع العمليه، وعندي صور في عز الحر بالفانيلا التيشيرت والكلام ده.
بتبص للناس القمح عباره عن كومه كده والراجل داخل عليها بالجزمه بتاعته بالكلام ده، حتى لو اعتبرتها نعمه بالمفهوم الديني لا يصح هذا. كويس؟ الوضع اتحسن شويه، بمعنى انه يعني مع انشاء الصوامع والاماكن التخزين الى حد ما، لكن في نفس الوقت في عمليات النقل من الحقل الى الصوامع وبعدين من الشون والصوامع الى المطاحن ومن كل العمليات دي لو تدقق فيها، لو تلفزيون ينزل بقى ياخد حمله ويصور بس من غير تزويق هيكتشف انه لازال في، ربما مش نسبه الـ40 اللي اتكلمنا عليها في الثمانينات وقت الدراسه دي، ممكن تكون النسبه نزلت حاليا لـ25 او حتى 20. لو كانت 20 نسبه عاليه جدا وممكن تفاديها. نعم، ممكن تفاديها بكل سهوله. الامر الثاني، وده كان واحده من التوصيات المهمه في هذه الدراسه، لابد ان يكون لنا سياسه وطنيه لذات انتاج الاعلاف عشان نحمي غذاء الانسان من تغول غذاء الحيوان عليه، وهذه التوصيه للاسف لم يعمل بها، علما بان دي نقطه تهم المواطنين اللي بيشاهدون دلوقتي، ان احنا في الاراضي الجديده في توشكا والعوينات والكلام ده ما مملكين اراضي شاسعه لشركات اجنبيه. خلاص، بيعملوا ايه بقى؟ مش بينتجوا قمح، بينتجوا برسيم حجازي. برسيم الحجازي ده شره جدا في استهلاك الميه. وبعدين بعد ما ينتج بالميه بتاعتنا اللي هي اصلا شحيحه يصدروه للخليج عشان يوكلوه للبهايم، وبعدين في حد تاني ياكل البهايم في مرحله تانيه. فده العمليه، احنا في الاقتصاد وفي التجارة ده بنتكلم على حاجة اسمها التصدير المياه بصورة تخيلية، فيرشوال ووتر. فالمية اللي دخلت في البرسيم وطلعت من مصر إلى الخليج في شكل برسيم حجازي هي في الواقع صادرات مية. صحيح، صادرات مية. فده موضوع، طب انا اولى بالموضوع، انا ممكن اذا اعمله فعلى الاقل اعمله الاستفاده الداخليه اكتر من الاستفاده الخارجيه. دي نقطه، يعني لازالت عنصر ضاغط وضاغط جدا في الموضوع. الامر الثاني بقى، واحنا بنتكلم على الوضع الحالي يعني التسرع في رايي انا لرفع سعر رغيف الخبز، وبالمناسبة ما ناقشناش الموضوع ده في الحوار الوطني عشان الموضوع عامل لغط كبير جدا، لم يتم مناقشة موضوع رفع سعر الخبز في الحوار الوطني، ده قرار الحكومة منفرد. لكن النقطة ايه؟ لما تيجي تبص لمشروع الموازنة، المشروع الموازنة كان معمول على أساس سعر الدولار 30.7 جنيه مصري، بس كده؟ دلوقتي والموازنة بتطبق، والموازنة الجديدة بتطبق، هيبقى سعر الدولار 47.5. خلاص، فده ارتفاع التكلفه، وده بيخلينا نتساءل عن معنى كلمه دعم. دي مساله مهمه جدا. الدعم هو فرق بين تكلفه وبين سعر. مظبوط. طيب سعر نهائي، صح، سعر معروف، المواطن بيدفع 5 او في التسعيره الجديده 20، معروف ده. انما التكلفه ايه بقى؟ خلي بالك دي نقطه مهمه جدا جدا، لانه الموضوع فيه ضرائب، جزء منه فيه ضرائب، وتساؤل طب انت تفرض ضرائب على سلعه مهمه جدا لحياه المواطن بأماره ايه؟ انا بتكلم كوزير سابق وعارف الموضوع ده. واحد، اثنين، الفاقد في عمليه التداول يعني. ثلاثه، انه بسبب خلل في التسعير الجزء من القمح بيتسرب اصلا، مش بقى عشان يروح للحيوانات، ده بعد ما يبقى عيش، انما قبل كده وهو في مرحلة الدقيق بيتسرب عشان يروح إما المخابز تعمل عيش حر. يعني حقيقة الأمر أنه معظم الخبز اللي بينتج ويباع على أنه عيش حر ده سياحي، أصلا دقيق استخراج 82 وتم تنقيته واستخدامه في العملية دي بعيدا عن اللي هي التسعير. فإذا في تسرب لازال حتى الآن، وسببه لما أنا كنت في الوزارة اقترحت الآتي كاقتصادي بقى، عندنا في قاعدة ذهبية في الاقتصاد اسمها السعر الواحد للسلعة الواحدة. فقلت يا جماعة القمح اللي هنديه للمطاحن نخلي المطاحن تدفع ثمنه بالكامل عشان تبقى، ده مش هدف غير إنها تطحن. وبعدين الدقيق اللي يروح للمخابز، المخابز تدفع ثمنه بالكامل، ويبقى الموضوع محصور في المرحلة الأخيرة، الحالة الأخيرة اللي هو البيع المباشر. الرغيف عنده في سعرين بقى، في تكلفة
وفي سعر اجتماعي لو كان 5 ودلوقتي بقى كام؟ بقى 20. الكلام ده طبق شكلا، بمعنى ايه؟ انه في حاجه بيسموها تستيف ورق، يعني بيبدو كده في الاوراق انه فعلا المطاحن بتدفع وهي ما بتدفعش، وان المخابز بتدفع وهي ما بتدفعش، وبالتالي لانها ما بتدفعش المطاحن بتسرب القمح، ولان المخابز ما بتدفعش فعلا فبيتسرب دي. فدي قضيه انا بصير لها، انه لما يقول التكلفه قد كده انا اتوقف اقول لا، خلينا نراجع بند بند في التكلفه عشان نتاكد بالظبط ان احنا التكلفه دي حقيقيه وما فيش فاقد بيروح في الحاجات.